كن لدينا بيانات. طبعا تعلم بأن أجهزة التحقق في انتخابات الدورات الخمس الماضية لم تكن موجودة في انتخابات برلمان إقليم كردستان. الآن هناك أجهزة تحقق، طيب، وهناك بطاقة إلكترونية طويلة المدى. قبل كان في انتخابات الإقليم كان بتذكر هذا الجنسية وهوية أحوال المدنية، نعم، سواء كانت حقيقية أو مزورة كان لديك لك الحق أن تقوم بعملية التصويت. طيب. الآن اختلفت، هناك أجهزة التحقق، هناك تسريع نتائج، هناك الناقل الإلكتروني، هناك العدوى الفرز اليدوي، العدوى الفرز الإلكتروني، هناك إجراءات. لذلك لا يستطيع المواطن يؤثر على النتائج المزيفة، يؤثر على عملية التزوير لا سامح الله، يؤثر على يعني النتائج الغير الحقيقية، يعني بإدخال بيانات سواء كان عن طريق المفوضية.